Bugün çok hastayım gerçekten. Merhaba, كيف كنت الأخبار اليوم؟ عم حاول يكون في حماس وانرجي وإلى آخره، بس ما كتير لأنه مرضاني يوم رشحة كتير. اليوم طالعة فقلت خليني صور لكم. هلأ بيقولوا يي سارة هي بتضلها برا البيت. لا والله ما كتير عم أطلع، بس لما عم أطلع عم صور لكم، فأنتوا دائما عم تشوفوا هيك. ما بحب أنا أتصور دائما بالبيت. فالمهم جهزتوا هيك بقيم، بس الروج رح حط الروج هذا الكاميرا حاسه عم شم كثير يعني، بس ريحته حلوه. المهم فيلا خليني اورجيكم شو رح البس وبعدها بنطلع. صحيح اعملوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس. ما قلت لكم لوين اليوم طالعه، بس هلا بشوف. البس هذا الجينز، هاي الكنز البنيه، هاي الطاقيه البيج، وهي النظاره البنيه. من الشنطة هاي هي لونها تقريبا بيج، ما شرط تكون كلها نفس الدرجات الالوان يعني. المهم اخترتها كبيرة لان تحط فيها كاميرا ودفاتري وهي القصص، فاجباري كبيرة، صغيرة ما حتكفيني. فهدول هن، صار لي زمان ما حطيت مناكير، فعندي هاي الالوان محتارة اي واحد احط فيه. عندي الاورنج، عم فكر اخذ هذا البيج او الذهبي، فيا هذا يا هذا رح يكون. اخر شي من كرت هذا اللون، شوفوا قديش حلو صاير هيك بين البيج وبين الذهبي. هذا هو من جولدن روز، الالوان من هاي الماركه كتير حلوه، رقم 21. خليها بالنص منشان شو مرة تانية. وصلت على جول هاني. انا صار لي زمان ما اجيت لهون، زمان كتير كتير اشهر على جولهاني والسلطان احمد وسيركجي وهي الاماكن. فاجيت اليوم، شوفوا هذا اللي هون باب حديقه جولهاني من الطرف الثاني يعني، لانه في لها بابين. فما قابله فورا البحر. شوفوا هون كان كلياته تراب وهيك. مره اجيت ما بعرف صورت لكم او لا، صورت يمكن انستغرام او هيك شيء. المهم شوفوا هلا مظبطينه، صار لي زمان كتير ما اخذت صور ونشرتها على الانستغرام. فهلا جوجو راح تصورني جنب هذا الباب، انا اروح اقلب البواب القديمه. استني جد، الصور اللي مصورتين اياهم بيقرفوا حرفيا يعني. شو مش حلو؟ وين تصوير من مكان حلو؟ ما حبيت الباب خلص. شوفي حركتك انت كمان حلو حلو. تصوريني وانا على الحشيش. مين بده الحشيش؟ حلوين حلوين. ما حبيت يعني موديل. يلا روحي. لحظة لحظة، في هنيك جملة ونحن ما بنعرف نقرأها. شفاء القلوب، برافو عليك، شفاء القلوب والمحبوب. شو شفاء؟ معناتها مو الأول، معناتها أول كلمة مو محبوب. شو يعني شفاء القلوب والمحبوب؟ شو هذا؟ شو تلاقي في فوق نون، تلاقي آخر الشيء. استني استني، أول كلمة شفاء. شو شفاء؟ مو شفاء. لا شفاء شفاء. بس اللي بيعرف قراءة هاي الجملة يكتب لنا بالتعليقات. هلا المكتوب القلوب والمحبوب صح؟ شوفوا الجزادين هدول كتير حلوين، كتير حبيت التقليد للماركات، بس انه يعني اسعارهم ارخص. حلوين كتير هدول. سالته سعره 400، ليش 400 ليرة على الدولار؟ 20 دولار يعني. هدول شوفوا شو كيوت وحلو. حلو. في عروس وعريس قاعدين عم يتصوروا هون، شوفوا كمان في هيك. هلا رح ادخل على اكثر سوق فيه زحمه بس اجواءه حلوه. فضلي مدام، فضلي مدام، فضلي مدام. والله يا ابي هون عند هذا كنت اخذ زيوت، هي زيوت زيت حبه البركه تكون هيك قصيره، حطوا حبه بركه وتنزل هون على شكل زي. وشوف
هلا صارت الساعه 8 ونحن اجينا الساعه 3:30، فصرنا من الساعه 3:30 ل 8 ونحن عم نمشي ما شاء الله. يعني كانت مشي كتير حلو اليوم، الجو واو. مهم هلا راجعه على البيت وبشوفكم بمكان جديد. مرحبا للمرة الثانية أو الثالثة ما بعرف. اليوم اجيت على بلغراد، فغابة بلغراد، فقلت لازم بصور واخذكم معي. اسمع هذا المكان خاص للمشي، فهلا البداية هون رح تكون، وما بعرف لوين رح ياخذنا الطريق. هيا بنا. انا بتعجبني كتير غابة بلغراد، بس هي الجهة الصراحة اول مرة بيجي عليها، يعني هي لان كبير كتير فدائما كنت مركزة بالقسم هذاك، بس هذا القسم اول مرة بيجي فكتير حبيت. واخيرا وصلنا، مشينا 6000 متر، اخذت معنا تقريبا ساعتين. يعني المشيات كانوا كتير حلوين، بس انا شوي رجلي وجعوني. الله، مرة تانية، مدري تالتي مدري رابعة. قبل شوي خلصت مونتاج وناوي اليوم نزل الفيديو هذا، بس مع الأسف الفيديو كنت متوقعة يكون طويل وهيك، لأنه أنتم حابين الفيديوهات تكون طويلة، بس طلع شي 8 دقايق يمكن، ف هيك والله. المهم هلا بدي أعمل وجبة على السريع، بس وجبة شوية حذركم. سريلاك. هذا السريلاك قديش دورت عليه، طبعا موجود هو على مواقع التركية، بس فكان سعره كتير مختلف عن الماركات السورية. تخيلوا كان في فرق 200 ليرة. او ماي جاد. المهم خلصت الأولى اللي هي القمح والتمر، متوقع إنه ما تقعد عندي بالمرة، ما في قعدت يمكن شي 3 أيام، بعدين تذكرت المفروض هي تكون للبيبي يعني. ف رح أجرب هلا القمح والعسل، ما بعرف مين أطيب. هني قايلين 9 معالق، بس شو 9 معالق؟ عملت ال9 معالق طلعوا هالقد هيك شوي صغيرة، فقلت لهيك ما مشي الحال ما حتوفي معي. المهم بس عن جد وربي كتير طيب ومفيد يعني، وهيك حسيت انه سناك. اوه كاني كترت هالقد. هي اكلات البيبي. والله كان في عنا تميلات ما بعرف اذا حدا بيعرفه، موجود عندكم لسه، كان كتير طيب. حاسه اللي بالقمح والتمر اطيب. هلا شوفوا بيطلعوا شوي صغيره، انا بعرف. المهم بعد هذا الفيديو رح بلش بفيديوهات القصص، ممكن رعب وممكن غير رعب، لانه صار لي زمان كثير ما نزلت قصص، فكمان انتم بتحبوا هذا النوع من الفيديوهات فجهزوا حالكم. وكمان اقترحوا علي افكار للفيديوهات الجايه، ما بس قصص يعني، مشان دائما يكون في تنويع وما تملوا ابدا. وروح على حسابي على الانستغرام لاني نزلت صور جديده، فبدي اياكم تشوفوهم. وبس هيك بشوفكم فيديو ثاني، باي باي.